ظهوري فلائل فعول مفاعل فعول مفاعل لدينا كتاب مستفيد لعيشنا وللعيش بعد الموت يوم حسابنا بيانا وتبيانا لكل المشاكل شفاء وتسليما لما في صدورنا سراجا منيرا في دجى الجهل والعمى قوانين رب العالمين لعيشنا فهذا سراج الحق قد نال قومنا بهذا سماء في خيالنا لقد فاز قوم قبل لما تزودوا بما فيه من زاد فيا خير زادنا لقد فاز قوم قبل لما تعاونوا على البر والتقوى بما في شفيعنا ولكننا ما بالنا اليوم بالهدى نبذناه تذليلا وراء ظهورنا رلينا بدنيانا وبالعيش فيه بل تعدنا هدى الهادي خلافة ربنا قرأنا كتاب الله لم ندر ما به فأي كتاب مثله في صواننا جزانا إله الخلق ذلا ومسكنا ومقتا شديدا خلنا في زماننا فمن يأتنا بالخير والنور والهدى عن الحق والآيات بعد التفاتنا فمن يأتي بالآمال والعيش والمنى عن الحب والخيرات بعد انقطاعنا رجوعا إلى الإيمان بالله وحده وباليوم يوم الدين قبل سقوطنا رجوعا إلى القرآن سمعا وطاعة منيبين للرحمن طول حياتنا وفيه العلا والعز والفوز كله وفيه رضا الرحمن يوم اجتماعنا وفيه العلا والعز والفوز كله وفيه رضا الرحمن يوم اجتماعنا. شكرا.